مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء، نستهلها بالعناوين. الوساطة تعلن عن إحراز تقدم في مسار المنطقتين مع الحركة الشعبية جناح الحلو. لجنة فض الاعتصام توجه نداء للمنظمات والأفراد ووسائل الإعلام بمدها بالمستندات الخاصة بفض الاعتصام. استئناف التفاوض بالخرطوم حول سنوات ملء بحيرة سد النهضة الأثيوبي. أهلا بكم مشاهدينا. أعلنت الوساطة من دولة جنوب السودان أن التفاوض في مسار المنطقتين مع الحركة الشعبية جناح الحلو يحرز تقدما. وقال ديو ماتوك نائب رئيس الوساطة في تصريحات صحفية بمقر التفاوض بجوبا إن الطرفين سيستأنفان التفاوض الأحد بعد إجراء مشاورات فردية لإكمال ما تبقى من الاتفاق الإطاري. وأكد أن الأطراف تمضي بعزيمة في الحوار. واستغرقت جلسة يوم السبت 5 ساعات، وكانت قد سبقتها جلسات عدة شارك فيها عدد من أعضاء الوفد الحكومي. وتطرح حركة الحلو علمانية الدولة، وشدد ماتوك على أن المتبقي من النقاش قليل للاتفاق مع حركة الحلو حول الاتفاق الإطاري. واصلت في مناقشة البنود الإعلان المبادي المقدم من الحركة الشعبية، وأرزنا تقدم كبير جدا في الورقة، تبقت جزئية بسيطة. نحن قررنا أنه نأجل المناقشات ومواصلة في المشاورات الفردية بين الوفدين، وسنعاود الاجتماع بكرة إن شاء الله الساعة 3. نجو راجعين إن شاء الله أنه نكمل الجزء البسيط جدا المتبقى في الإعلان المبادئ. وفي الأثناء رفضت وساطة دولة جنوب السودان مشاركة أي كيانات إضافية لم توقع على إعلان جوبا السياسي ضمن مسار شرق السودان. وقال مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية تود جولواك لعدد محدود من الصحفيين يوم السبت بمقر التفاوض إن جهة أو كيانا غير موقع على إعلان جوبا السياسي لن يشارك ضمن مفاوضات جوبا. وكانت الخلافات دبت في أوساط المسار عقب وصول وفد من الإدارات الأهلية من شرق السودان أبرزهم موسى محمد أحمد. ويعود الخلاف إلى أن بعض قيادات الشرق قالت إن الذين يفاوضون الحكومة لا يمثلون شرق السودان. وأضاف تود جولواك إن الوساطة ليست الجهة التي تضيف الأسماء أو الكيانات، وأشار إلى أن الوساطة منحت مسار الشرق بعض الوقت لتشاور فيما بينهم والاتفاق على ممثلهم. استؤنفت بالخرطوم جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة باجتماعات اللجان الفنية للسد والتي تمثل دول السودان ومصر وأثيوبيا لمواصلة النقاش حول سنوات ملء بحيرة السد. ويشارك في هذه الاجتماعات والتي تستمر لمدة 2 يوم ممثلين من البنك الدولي ووزارة الخارجية الأمريكية. وكان وزراء الري والخارجية من الدول الثلاث عقدوا اجتماعات في مطلع ديسمبر الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن دون الوصول إلى اتفاق بشأن ملء البحيرة. وجهت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي جرت في 3 يونيو من العام 19 و2000 وجهت نداء لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وجميع وسائط الإعلام وسائر الأفراد بمدها بما هو متوفر لديهم من مستندات. وقال رئيس اللجنة المستقلة نبيل أديب في تصريح صحفي إن اللجنة طلبت جميع المستندات التي تم فيها تسجيل الوقائع ذات الصلة بعمل اللجنة والمتوفرة لدى الأجهزة الحكومية المختلفة، مؤكدا أنه سيتم التحري مع الشخص المعني وفقا لقواعد التحري مع الشهود بشكل سري. وأضاف أنه سيتم اختيار موقع الاستجواب ووسيلته وفقا لدرجة السرية المطلوبة ووفقا لرغبة الشاهد. في ذات الأثناء أكدت اللجنة أن الحكومة قد وفرت جزءا كبيرا من المتطلبات اللوجستية التي ستمكن اللجنة من أن تتواصل مع الشهود بشكل آمن بما في ذلك المقر الآمن والمناسب للجنة، إضافة إلى توفير كادر فني وإداري وطاقم سكرتارية لخدمة اللجنة في عملها، وهو الأمر الذي سيمكنها من الحصول على المعلومات بمختلف الأشكال التي تم حفظها بها.
انتقد رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدجير بطء أداء الحكومة الانتقالية وتعاطيها مع معاناة الناس. وأشار الدجير خلال مخاطبته ندوة سياسية نظمتها فرعية حزب المؤتمر السوداني بالخرطوم بحري إلى معاناة الناس من ارتفاع الأسعار وتآكل العملة الوطنية، معتبرا أن تعاطي الحكومة مع هذه المشكلات دون المستوى بما في ذلك أزمة المواصلات في الخرطوم أو الاختناقات المرورية أو أزمة الخبز والوقود خاصة في الولايات، مشددا على أنها مسؤولية الحكومة ويجب أن تنهض بها. ودعا الدجير إلى التركيز على موارد السودان الداخلية وإقامة مؤتمر اقتصادي يجمع الخبرات الاقتصادية بالسودان للتفاكر وإيجاد حلول لهذه المشكلات. ضمن احتفالات ولاية نهر النيل بالذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة، احتفل المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية نهر النيل بمسرح النيل بعطبرة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والسفارة السويدية بشراكة مع منظمة كافة للتنمية ولوكيا ميديا ومركز بشيش للفنون الأدائية الموسيقية. احتفلوا باليوم العالمي للشباب تحت شعار النهضة بالتعليم. وأعرب الممثل القومي لصندوق الأمم المتحدة للسكان سايمون ديانا عن إعجابه بثورة ديسمبر المجيدة، مؤكدا بأن الشعب السوداني قدم من خلالها نموذجا مشرفا في الفداء والتضحية، ووصف الشعارات التي حملتها الثورة بالقيم الإنسانية العظيمة. فيما أبان ممثل المنظمات الوطنية سيبويه مصطفى أن احتفالية اليوم العالمي للشباب تزامنت مع العيد الأول للثورة، مشيرا إلى أن برامجها وفعالياتها تجيء داعمة لتطلعات وآمال شباب السودان ومجسدة لشعارات الثورة. الرحلة عندها أهداف كثيرة جدا. أول هدف وأسمى هدف فيها هي نشر الحب والسلام في السودان كله، ربط الشباب ببعض، ربط التجارب بين الخرطوم وكوستي والأبيض والفاشر ومدني والدمازين والقضارف وكسلة وعطبر. الحاجة دي ما كانت سهلة، يمكن مجموعة كبيرة من الشباب كانوا لافين لمدة 11 يوم، لاقوا شباب في أعمارهم، سمعوا تجارب. مشاهدينا، وعودة لملف سد النهضة والاجتماعات التي تنعقد بشأن ملء بحيرة السد، ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم دكتور عباس الشيخ عميد كلية الدراسات الزراعية بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. مرحبا بك دكتور عباس. مرحبا يا قناة الشروق، وأنا سعيد جدا أن تتاح لي هذه الفرصة للتحدث في موضوع صد النهضة. أهلا بك. يعني دكتور عباس، اجتماعات متواصلة ومتصلة في الخرطوم، في القاهرة، في أثيوبيا، وفي حتى في العاصمة الأمريكية واشنطن، لم تصل إلى أي خطوات واضحة أو إلى أي طريقة أو آلية يتفق عليها. ما الذي يحدث بشأن بحيرة صد النهضة؟ طبعا الموضوع الخاص بالموارد الطبيعية وخصوصا المياه طبعا موضوع شائك جدا، وخصوصا لما تكون هنالك شراكة بين دول مختلفة. طبعا هنالك جولات تمت في إثيوبيا وفي القاهرة وفي الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ما يحدث الآن في الخرطوم أتوقع بأن الأفارقة غادرون على تجاوز تلك العقبات وحدوث اختراق واضح في تلك الملفات الشائكة. وأتوقع أيضا سوف يكون هنالك لقاء في إثيوبيا، ويعقبه لقاء في 15 من الشهر الجاري، يعني الشهر يناير الغادي في الولايات المتحدة الأمريكية. أتوقع أن تحدث اختراقات تخدم مصالح الدول المشاركة في حوض النيل. نعم. مصر، السودان، وإثيوبيا. دكتور عباس، يعني ما هي نقطة الخلاف في ملء البحيرة؟ بالتأكيد حينما بدأ الترتيب لسد النهضة لقيامه، الاختلافات والبيوتات التي شاركت في تقييم، بيوتات فنية شاركت في تقييم تجربة السد وما له وما عليه من إيجابيات ومن سلبيات، كان لابد أن يصل الناس إلى ملء بحيرة السد. ما هي المشكلة في هذا الموضوع؟ يعني المشكلة دائما كانت تقييس عند المدة الزمنية، المدة الزمنية لملء السد. طبعا الإخوة المصريين يتخوفون كثيرا من زيادة المدة
الزمنية لملء أكثر. طبعا بحسابات فنية وهندسية الإخوة الأثيوبيين يودون ملء أكثر لحسابات منها توليد الطاقة، منها اللي هو الحفاظ على حصته من مياه النيل. لكن الإخوة المصريين يتخوفون من ذلك، المدة الزمنية الطويلة اعتبروها هاجس بالنسبة لهم. لكن أتوقع أنه كل هذه المخاوف سوف تزال، لأن الأفارقة غادرون. أنا أتحدث عن أنه الأفارقة غادرون لحل مشاكلهم الداخلية، دي تعتبر مشكلة داخلية بالنسبة للإخوة الأفارقة. طيب دكتور عباس، يعني من واقع متابعتك وأنت أكاديمي ومختص في الدراسات الزراعية، يعني ما الذي يمكن أن يجمع هؤلاء الناس حتى يصلوا إلى نقطة تكون هي الجسر الذي يعبرون به مشكلة سد النهضة وملء البحيرة؟ يعني مع الوضع في الاعتبار أن معظم مياه نهر النيل التي تصل إلى مصر لا تأتي فقط من النيل الأزرق، يعني وإن كانت الكمية الأكبر، ولكن في أوقات معينة في العام تأتي من النيل الأبيض ومن مجموعة من الخيران والمثيلات الأخرى التي تضيف مياه جديدة إلى نهر النيل حتى تصل إلى مصر. يعني كيف يمكن أن يصلوا إلى ترتيب واضح يجسر هذه الهوة؟ طبعا المصدر الأساسي لمياه الاتفاقية لمياه النيل لما تعبر من الهضبة الأثيوبية، هنالك مجموعة من الأنهار ومجموعة من الخيران بتتم عملية تغذية النيل، النيل الأساسي اللي هو نهر النيل. أتوقع أنه يصلوا لاتفاق، لأنه المياه هي أساس الحياة، ولا بد من أنه يحصل فيها مشاركة بحصص يتفقون عليها، وبجدولة أو بعمليات بتاع التشغيل لتلك الخزانات التي توجد في دول المنبع. طبعا دول المنبع هي عندها يعني الحصة الكبرى من المياه، لكن دول المصب هي تتخوف كثيرا من تلك الإجراءات أو الأنظمة التي تتم في عمليات تشغيل وإدارة تلك الخزانات. لكن أتوقع بأنه يحصل اختراق ويحصل توافق في المدة الزمنية التي يتم الاتفاق عليها. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عباس الشيخ، عميد كلية الدراسات الزراعية بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كنت معنا هذا المساء، شكرا جزيلا. نعود إلى ولاية نهر النيل التي تحتفل بالذكرى الأولى لثورة ديسمبر، حيث قال الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة صلاح الصافي كوة إن الاحتفال باليوم العالمي للشباب يجيء لدورهم الفاعل الأصيل كشركاء أساسيين في التغيير، ولفت إلى أن الشباب هم صناع الثورة والتغيير. أول هدف وأسمى هدف فيها هي نشر الحب والسلام في السودان كله، ربط الشباب ببعض، ربط التجارب بين الخرطوم وكوستي والأبيض والفاشر ومدني والدمازين والقضارف وكسل وعطبر. الحاجة دي ما كانت سهلة، يمكن مجموعة كبيرة من الشباب كانوا لافين لمدة 11 يوم، لاقوا شباب في أعمارهم، سمعوا تجارب بعض، شنا ريكومنديشن او توصيات كثيره جدا من الشباب. البرنامج ده كله احتفالا او مواصله الاحتفال باليوم العالمي للشباب اللي عاده بيكون في كل سنه يوم 12/8، وبعد ذاك بيستمر ترويج للثيم او للهدف بتاع البرنامج لحد السنه الجايه، لحد ما يطلع الثيم الجديد والشعار الجديد لليوم العالمي للشباب. نظم جهاز المخابرات العامة بولاية جنوب كردفان احتفالا بمناسبة إعلان الاستقلال من داخل البرلمان وأعياد السلام، وأما الليلة الثقافية التي حملت شعار فلنغني للسلام باستاد مدينة كادوغلي الداخلي، حضور كبير من المواطنين بالمدينة والمناطق المجاورة والعائدين من مناطق سيطرة الحركة الشعبية. وأكد مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية العميد مبارك حسن عبد الله أن الاحتفال يأتي تجسيدا للقيم الوطنية ومعاني الحرية والسلام، ويتزامن مع جملة من البشريات من بينها السلام المجتمعي الذي عم أرجاء الولاية بفضل فتح المعابر والمسارات أمام حركة المواطنين،
طرفي الحكومة والحركة الشعبية، وتمنى مبارك أن يعم السلام النهائي في أقرب وقت من خلال توقيع التسوية السياسية لقضية المنطقة عبر منبر المفاوضات في جوبا. في هذا المخابرات العامة نحتفل اليوم بليلة للسلام في ولاية جنوب كردفان في مدينة كادوغلي برعاية كريمة من السيد مدير عام جهاز المخابرات الوطني وتشريف السيد والي ولاية جنوب كردفان، ونحتفل بأعياد الاستقلال وأعياد السلام وأعياد الحصاد، جمع كريم من مواطني ولاية جنوب كردفان في هذا الاستاد. ومعنا كما تعلمون الأستاذ الفنان مكارم بشير والفرقة الموسيقية، وأنا باسم مواطني ولاية جنوب كردفان أشكرهم جميعا لتكبد المشاق والحضور إلينا في مدينة كادوغلي. أحدث التحول الأخير بالسودان اختراقا في علاقة السودان مع المنظمات الأمريكية الناشطة في العمل الإنساني والمجتمعي. الجمعية الأمريكية الأفريقية لصحة المرأة واحدة من تلك المنظمات التي قدمت دعما كبيرا في ولاية كسلا لمرضى سرطان الثدي، وقامت إضافة لذلك مخيما لتخصصات العيون والأسنان والباطنية والطب النفسي. يبدو أن التحول السياسي في السودان قد أحدث اختراقا في العلاقة مع المنظمات الأمريكية التي تنشط في العمل الإنساني والاجتماعي. فالجمعية الأمريكية الأفريقية لصحة المرأة والتي زارت ولاية كسلا مؤخرا تبنت العديد من المشاريع الصحية وقدمت دعما كبيرا للولاية. في الفترة دي طبعا الدعم كان تقيل شديد جدا جدا، لأنه طبعا التغيرات اللي حصلت للسودان والاحتياجات، مشينا لكمية من المنظمات في أمريكا دعمونا من عدة من كثير من المعدات للسودان، والحمد لله شحننا كمية من المعدات والمعدات اللي هو الأجهزة والمعدات الطبية. طبعا كسلة عندها احتياجات كثيرة بالذات للآي سي يو، حنقدر نوفر لها أكبر كمية. في مجموعة من الأقسام حتجيها أجهزة حديثة جدا جدا، أهم حاجة هو قسم الأورام، حتجيب لهم مجموعة من الأجهزة عشان تساعد على الكشف المبكر سرطان الثدي، وبعض الأجهزة حتساعد في قسم الأورام كأجهزة وأدوية علاجية. الجمعية التي تركز في برامجها على مرضى سرطان الثدي تهتم أيضا بنشر التوعية بخطورة المرض ومساعدة النساء المصابات وتحسين حالتهن الصحية. مهمة المنظمة العمل على تقليل معدلات الإصابة بسرطان الثدي ونشر التوعية وسط المجتمعات الأفريقية بخطورة المرض ومساعدة النساء المصابات وتحسين حالتهن الصحية. قدمنا بعض الدعم لكسلة وسنستمر في المزيد من الدعم لها. المخيم اللي عندنا حاليا بيركز على سرطان الثدي. سرطان الثدي الوعي به مبكرا والكشف مبكرا والكشف الذاتي والتوعية بالجانب ده مهم جدا، فنحن بنستفيد من المخيم في انه نوعي اكبر عدد من السيدات بأهمية الكشف المبكر، أهمية الكشف الطوعي، المعالجة مبكرا، لانه كل ما كان في معالجة مبكرة كل ما كان نسبة الشفاء عالية. نشاط الجمعية بكسلا لم يقتصر على مرضى سرطان الثدي، بل امتد ليشمل إقامة مخيمات علاجية لمرضى العيون والباطنية والأسنان. العيادات دي بتقدم كل الخدمات مجانية، علاجية كاملة، أسنان كاملة، عيادة الباطنية، عيادة سرطان الثدي اللي هي بيكون فيها فحص بجهاز التراساوند للثدي والرحم والغدة. خالد بشير، الشروق، ولاية كسلا. أطلقت مجموعة أرض توحيد وبنطيس تطبيقا إلكترونيا عمرة أسهل، والذي يتمكن من خلاله المعتمر من التقديم وتكملة إجراءات العمرة بواسطة هاتفه المحمول. وأعلنت المجموعة عن تكلفة العمرة لهذا العام بمبلغ 850 ريالا سعوديا. وقال ممثل المجموعة خوجل الفاتح إن تكلفة العمرة المخفضة خاصة بالتعامل المباشر مع الجمهور، وذلك مقابل حزمة من الخدمات المتميزة التي يتلقاها المعتمر في السكن والإعاشة.
مشيرا إلى أن تطبيق عمرة أسهل متوفر حاليا بمواقع البحث الإلكتروني ويمتاز بسهولة الاستخدام. مقابل 850 ريال حيلقى خدمات مميزة وخدمات يعني مفاجأة بالنسبة للجميع، متمثلة في إنه المعتمر من هنا يعني بعد ما تجي الموافقة حيستلم جوازه، حيستلم جدول الرحلة حقته وحركته من الخرطوم لغاية ما يمشي ويجي راجع، حيستلم الإحرام من هنا وحنوريهم لابد إنه يحرموا من هنا، ودي برضو حاجة يعني تقريبا جديدة. إلى ذلك أكد مدير وزارة السياحة بولاية الخرطوم على الدين الخواض اهتمام الحكومة بتسهيل خدمات الحج والعمرة للمواطنين وحرصها على تقديم تلك الخدمات بشكل جيد، وأشاد بالخدمات التي تقدمها المجموعة معربا عن أمله في نجاح تجربة التطبيق باعتباره إحدى الخدمات الإلكترونية الجديدة للتقديم للعمرة. هذه الوكالات السودانية التي التقت وتوحدت أرض التوحيد في السودان واتفقت على أن تقدم هذه الخدمة جماعة، وهو ما ظللنا ننادي به كثيرا من قبل للوكالات التي تم تأهيلها في تقديم خدمات الحج والعمرة أن تجتمع في شكل مجموعات ومنظمين في خدمات الحج، ولعلها تكون المبادرة الأولى وهي تلتقي الآن في هذه الخدمة في تبسيط الإجراءات وتخفيض كثير من الرسوم الإدارية والإجراءات. شرعت اتحادات الصم والبكم والمكفوفين والمعاقين حركيا في تفاهمات مع الجمعية السودانية لتنظيم الأسرة لتوقيع مذكرة تفاهم بخصوص المشروع القومي المتعلق بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. وقال مسؤول المشروعات بالجمعية السودانية لتنظيم الأسرة مأمون عمر موسى خلال الورشة التنويرية المشتركة إنهم بصدد دعم استراتيجية السلوك والمناصرة لهذه الاتحادات باعتبارها إحدى الفئات المستهدفة بإنجاز المشروع القومي للصحة الإنجابية وحماية المرأة. الآن بحمد الله سبحانه وتعالى تنطلق فعاليات الورشة التنويرية لاتحادات الأشخاص ذوي الإعاقة الأربعة في الإعاقة الفكرية والمكفوفين والصم والمعاقين حركيا في إطار التنوير بأنشطة وبرامج جمعية تنظيم الأسرة السودانية والمشروعات المصممة خصيصا لمشاركة هذه الفئات فيها بصورة رئيسية. أعلن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين المحلول مناهضته قرار حله، ونفذ عددا من أعضاء الاتحاد المحلول وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد بالخرطوم استنكارا للقرار الذي صدر عن لجنة تفكيك نظام الإنقاذ السابق. ووصف نقيب الاتحاد السابق الصادق الرزيقي القرار بالجائر، وقال إن مقاومته تأتي دفاعا عن حقوق ومكتسبات منسوبيه، مشيرا إلى تنفيذ مزيد من الوقفات الاحتجاجية المماثلة خلال الأيام المقبلة. كل قاعدة صحفية وكل صحفي حر تواصل معنا لمناهضة هذا القرار، وثم المجتمع الإقليمي حولنا. اتحاد الصحفيين العرب سارع إلى إصدار بيان للتضامن مع اتحاد الصحفيين السودانيين رفضا لهذه الإجراءات، وبدأ يحرك حملة في إطار العربي في إطار الجامعة العربية من أجل نصرة اتحاد الصحفيين والصحفيين السودانيين. وجولتنا مستمرة معكم هذا المساء مشاهدينا، تتابعون فيها بعد قليل. إجازة موازنة ولاية النيل الأبيض وقوانينها المصاحبة والتي قدرت بأربعة مليار. تم التوقيع بالخرطوم على اتفاقية بين جمهورية تنزانيا المتحدة والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية بأفريقيا قضت بقرض بمبلغ 13.5 مليون دولار أمريكي لمصلحة جمهورية تنزانيا يخصص في تمويل مشروع تشييد مدارس ثانوية بزنجبار، وذلك لتعزيز دورها في التنمية المستدامة خاصة في مجال التعليم. وقال المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية بأفريقيا سيدي ولدتاه في تصريحات صحفية إن إجمالية تمويلات المصرف لفائدة تنزانيا حتى ديسمبر الجاري تجاوزت 200 مليون دولار خصصت لتمويل 48 عملية تنموية في شتى القطاعات. نتطلع كذلك إلى زيادة تدخلات مصرف في مجال القطاع الخاص والتجارة
باعتبارهما من ضمن الأولويات الجديدة الاستراتيجية، وأيضا بالنظر إلى اهتمام كل من زنزبار وجمهورية تنزانيا المتحدة بتعزيز دور القطاع الخاص، وأيضا بتعزيز التدفقات التجارية بين المنطقة العربية وأفريقيا، تدفقات التجارية داخل القارة الإفريقية في إطار المنطقة التجارية الإفريقية الجديدة. دشن والي نهر النيل عبد المحمود حماد بداية عمليات حصاد محصول الذرة في مساحة تقدر بأكثر من 7500 فدان بمشروع الرجح الزراعي بمحلية بربر. وأكد الوالي أن مشروع الكفاءة الزراعي التابعة لمجموعة الرجح الدولية يمثل النموذج للاستثمار الناجح والجاد، وهو يعمل عبر نظام الري المحوري الحديث. وجدد إشادته بالشيخ الراجحي ودوره في برامج المسؤولية الاجتماعية عبر المشاركة الفاعلة في مجالات الصحة والتعليم وكفالة الأيتام ودعم الشرائح الفقيرة، كما أشاد بتميز المشروع بإدخال التقانة في كافة العمليات الزراعية والفلاحية، ودعا المستثمرين للاستفادة من تجربة المشروع المتميزة. وأعلن الوالي عن فتح مزيد من الاستثمارات في المجال الزراعي لزيادة حجم الناتج من المحصولات النقدية من أجل دعم الاقتصاد الوطني. محاور القمح وفي الري المحوري، وقبليه كنا في المحاور بتاعت العلف، علف اللي هو من الذرة الشامي. هذا الذرة الشامي الذي يعني يحقق يعني قيمة غذائية عالية. نحن كنا بنستورد الطن بما يزيد عن 80 دولار، والآن يباع بما يغين عن 40 دولار. بنوفر عملة صعبة وبنشغل وقريب 400 عامل يعملون في هذه المحاور، وهنالك يعني فوائد جمة تعود على إنسان هذه المحلية. الآن نحن في محاور القمح كما ترونه أيضا بهذا القدر الكبير ومساحات مترامية. أجاز مجلس حكومة ولاية النيل الأبيض برئاسة حيدر علي الطليفي والي الولاية مقترح موازنة الولاية للعام المالي 2020 وقوانينها المصاحبة، والتي قدرت بأربعة مليارات وستمائة مليون جنيه بعجز 400 مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها 29 عن العام الماضي. وقال الوالي إن هذه الموازنة تأتي في ظروف استثنائية، متوقعا أن تسهم في تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين وتلبي طموحات ومتطلبات إنسان الولاية. إلا ذلك، أكد المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية فتح الرحمن موسى في مؤتمر صحفي أن الموازنة ارتكزت على تثبيت وتصحيح مسار الاقتصاد وبرامج بناء السلام، لأنها أتت كما تعلمون بعد تحكيرات سياسية يعني كبيرة حدثت في بعد ثورة 19 ديسمبر أو الثورة المجيدة، وهذه الثورة غيرت كثيراً من المسائل، ولذلك تتغير هذه المسائل الاقتصادية سواء كانت تتعلق بالموازنة أو غيرها. هذه الموازنة طبعا يعني تم يعني نحن طبعا تمينا إعدادها ومناقشتها على مستوى الوزارات والمحليات وفقا للموجهات التي أتتنا من المركز. تفقد والي شمال كردفان الصادق الطيب عبد الله محطة بنو لتنقية مياه مدينة الأبيض من المصادر الجنوبية، وأشاد بالجهود المبذولة لتكملة العمل في المحطة بتوصيل الخط الناقل، واطمأن على المراحل التي وصل إليها العمل في مرحلته الثانية والمتمثلة في توصيل الخط الناقل من المصادر إلى محطة التنقية، علاوة على اكتمال الأعمال المدنية من الكهروميكانيكية في الحوض المائي الجديد الذي يعمل على توسعة السعة الإنتاجية من 30,000 متر مكعب في اليوم إلى 90,000 متر مكعب. ومن المؤمل أن يغطي حاجة المدينة في أحيائها الجنوبية والجنوبية الغربية بالإضافة إلى الجنوبية الشرقية. نحن إن شاء الله في حكومة الولاية ساعين سعي حثيث إنه المصادر الجنوبية هي تكون المصادر الأصلية للمياه، والمصادر الشمالية هي تكون احتياطي للمدينة. بنضم صوتنا لصوت المهندسين اللي تكلموا قبلنا في أنه مياه الأبيض أو ولاية شمال كردفان أو الحاضر بتاعت ولاية شمال كردفان بتحتاج إلى تضافر الجهود، الجهود الشعبية والجهود الرسمية وجهود المركز. نحن إن شاء الله بإذن الله تعالى عندنا برضو دراسة لحصاد المياه السطحية في المنطقة الشمالية ببناء أربعة سدود وأربعة حفاير. من جانبه، أوضح مدير قطاع المياه والكهرباء بالولاية المهندس معاوية آدم أن الحوض المائي الجديد يعد إضافة كبيرة من شأنها المساهمة في الاستقرار المائي لمدينة الأبيض. في التشبيكات النهائية على أساس أنه ندخل المحطة التوسعة المرحلة الثانية
اللي هي عبارة عن الحوض التجميعي، وفضلنا المرحلة الثالثة هي عبارة عن الفلاتر. نتوقع إن شاء الله المحطة بهذه السعة الكبيرة اللي هي بتدينا 30,000 و60,000 طوالي على التوالي، بإضافة الفلاتر بتعمل لنا انفراجة كبيرة جدا في مدينة الأبيض، بالذات في الشريط الشمالي، في الشريط الشمال الجنوبي الغربي والشريط الشرقي الجنوبي من مدينة الأبيض، مما يعني أنه استقرار مائي لمدينة مياه الأبيض في العاجل الغريب. مشاهدينا، وفي أخبار الرياضة، تقرر أن ينتظم لاعبو الهلال في معسكر مغلق عقب مران الفريق الختامي بالأحد استعدادا لمواجهة مريخ الفاشر يوم الاثنين ضمن مباريات الدوري الممتاز. وأكد رئيس النادي أشرف الكاردينال أن المجلس سيصدر قرارات مهمة تتعلق بالجهازين الفني والإداري ودائرة الكرة. وقال إن المجلس الأزرق يدرس عدة خيارات لاختيار رئيس للقطاع الرياضي وإضافات في دائرة الكرة ومدرب عام من قدام اللاعبين ليعمل بجوار المصري حماد الصدقي. مشاهدينا، في ختام جولتنا في السودان هذا المساء نذكر بالعناوين. الوساطة تعلن عن إحراز تقدم في مسار المنطقتين مع الحركة الشعبية جناح الحلو. استئناف التفاوض بالخرطوم حول سنوات ملء بحيرة صد النهضة الإثيوبي. لجنة فضل الاعتصام توجه نداء للمنظمات والأفراد ووسائل الإعلام لمدها بالمستندات اللازمة في فضل الاعتصام. انتهت جولتنا في السودان هذا المساء مشاهدينا، قدمناها مع زملائنا من قناة الشروق. مزيدا من الأخبار والمعلومات دائما على موقع الشروق.net. دمتم في أمان الله.